تشكيله النادي الاهلي بالمقارنه بتشكيله نادي الزمالك، تشكيله نادي الزمالك فيها عدد من الشباب، حسام عبد المجيد، يوسف اسامه نبيه، حسين نماري شريك شويه. تشكيله النادي الاهلي دلوقتي اصبحت بلا عدد من الشباب باستثناء طبعا محمد عبد المنعم اللي بقى الشاب بالنسبه لنا، بقى له خبرات عديده وكبيره، بس ما فيش شباب برده. يعني برده ما تحسش انه الاهلي وصل للمرحله انه ياخد من تحت من الفرقه اللي تحت ويدعم الفريق الاول. عشان احنا ما هنرجع نتكلم عن الناشئين تاني، كنا اتكلمنا عليها انا وانت من فتره كده، قلت لك ان احنا للاسف عندنا كنوز في قطاعات الناشئين، سواء اهلي زمالك انبي استفاد من الناشئين بشكل كبير صح قوي صح. مقاولين عندنا، انا بقول لك انا بشوف الولاد الصغيرين هم بيجوا الاختبارات انا ببقى منبهر بيهم، انا مش مصدق بعد كده بثلاث اربع سنين ما بشوفهمش. ليه بقى؟ لان عندنا مدربين الناشئين الا ما رحم ربي، يعني مدربين ناشئين غير مؤهلين ان هم يربوا نشأ، غير مؤهلين ان هو يربي نشأ بشخصيه، غير مؤهل ان هو يربي نشأ ان هو يطوره ويعده ان هو يبقى لعيب عنده 17 سنه خلاص اكتمل في كل حاجه. احنا عندنا للاسف في معظم الانديه، مع طبعا احترامي للناس اللي هي بتعرف تدير الناشئين وفي موجود برضو بس طبعا قليلين قوي، صح بنفكر ازاي ناخد بيهم بطوله، ازاي بن 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 بنقعد نقول لهم يا جماعه لا البطوله ولازم لو ما كسبناش نقعد نعيط ونقعد نشد في شعرنا ونقعد نزعق للعيبه، وفي لعيبه كمان بتتهان صغيرين، فاللعيب خلاص هو عايز يكسب وخلاص، فما بترباش ان هو لعيب هيبقى لعيب كوره، هو شخصيه. صح. عشان كده انت صعب قوي ان انت تلاقي لعيب ناشئ طالع اهلي وزمالك ويتحمل الشخصيه اللي هي بتبقى الضغوطات عليه من الجمهور، انت خلاص الجمهور قال الزمالك مش هيرحمك، صح ما فيش. انا بقول لك انا شفت الفتره اللي فاتت دي ميدو وفخري، انا شايفهم اتنين لعيبه جامدين جدا جدا لو خدوا فرص، جامدين بمعنى الكلمه. المس باص بتحاسبوا عليه، اللعيب اللي كويس قوي كمان رأفت خليل، كل الناس بتتكلم عنه كويس طبعا طبعا، منتخب الشباب كمان عمل مستوى رائع جدا، كان عنده انا بقول لك هل انت بقى عندك هل عندك انت القوه والصبر ان انت تدي اللاعب في الفتره دي؟ ما حدش هيستحملك. فانا بالظبط، فانا اجيب لعيب جاهز. عشان كده هتشوف اللعيبه قليله شويه اللي هو طالع من قطاعات الناشئين، لكن لو ربيته صح من الاول هتلاقيه عنده 17 18 سنه طالع لك فتوه كوره، عنده شخصيه اللعيب حلو يعرف يتعامل بقى مع كل حاجه خلاص. لكن ما تربوش ان هو لو خسر يعيط. احنا كان في مدربين يقول لك ده انا عندي اللعيبه لو خسرت بتعيط، يا جماعه